من النادي ايه؟ واحنا نطيب من على السور. ياسمينة. مين ياسمينة دي؟ واحدة كنت ماشي معاها زمان. دي جامدة قوي، جامدة قوي قوي قوي. ايه ده؟ لا ولسه بقى لما تيجي تشوف بقى انا عامل ايه. هاي ياسمينة ازيك؟ هاي يا سي زفت. ايه؟ انت بتضحك على ايه؟ انت ليك عين تيجي نادي برجليك؟ انا؟ ده اللي انت عملته معايا امبارح ده. عملت ايه معاها امبارح؟ انت عامل معايا ايه دي؟ عملت غلط والله. انت عملت ايه؟ انا ما عملتش حاجه. استنى، عمل ايه؟ في ايه؟ انت عملت شير للصور القديمه بتاعتي على الفيسبوك؟ ايه انا؟ هو لو في مشكله في الصور القديمه حضرتك وعايز احط لك صور جديده اديها لنا وهنحط لك صور جديده على طول يعني. لا انت ممكن تخلص خالص ان محدش كلمك اصلا. انت بتضحك على ايه؟ بتهزقك انت. ايوه صح. انا ما شيرتش حاجه. امال مين اللي شير الصور دي؟ مين؟ مش ده الاكونت بتاعك؟ اه. يبقى مين اللي عمل شير؟ مين؟ تصدق انك حيوان؟ اه حيوان. ايه حيوان؟ ايه اللي حصل؟ الشنطه بتوجع قوي. ايوه طبعا. السوسته جت في درستي. معلش سلامتك يا حيوان. ما تمسنيش يا شريف، ما تمسكنيش. قلت لك يا اخي اوعى بقى يا اخي. الله. بجد انا ما صدقتش نفسي لما شفت الصور. فضيحه يا بنتي، دي اسمها فضيحه. انتي مش فاهمة كمية الكومنتس عاملة ازاي. كل الناس، بجد كل الناس، I'm not exaggerating، كلهم عاملين شير للصورة. يا بنتي انتي مش فاهمة، دي جت النادي 10 دقايق بس امبارح، ومن اللي اتعمل فيها راحت عيطت ومشيت على طول. احسن، تستاهل. قلتلك يا سوء انا مش سهلة، انا مش سهلة خالص. ادخل ادخل. أمرت الحلوة بقت تحمة، بقت تحمة، وإنها سحري. هي بتقول تحمة كده. تحس إنها واكلة هدى. تحمة. سو نكمل كلامنا بعدين عشان غالبا في مصيبة. باي. حبيبة بابا نيلي، أمورة بابا نيلي، كتكوت بابا نيلي. خلصت فكرة المنوعات بتاعتك؟ الحقيقة هو لسه، بس انت لو عايزاني اخلصها اخلصها، كان لسه في شوية حاجات كده. اللي عندي فراشة صغننة وعندي بغبغان مش عارفة ايه. لا فراشة صغننة دي يوم الجمعة قبل الصلاة ما تنسيش، انما دلوقتي في البحر سمكة سمكة. عارفة السمكة وعارفة كل ده، خش في الموضوع على طول. ابدا. انا جاي اقول صباح الخير على أحلى وأجمل وألطف وأقدم بنت في الدنيا، اللي يا سبحان الله حتى لو قلتلك حاجة تضايقك أو تنرفزك عمر صوتك ما يعلى على بابي أبدا. ولا أنا غلطان في العنوان؟ إنجز يا بابي وقول عملت إيه غلط. بالعكس، عملتش حاجة غلط، ده اللي عملته ده عشان ما عملش حاجة غلط. ممكن تبقى دايركت وتقولي إيه الموضوع على طول؟ طيب، اللي عملته ده عملته عشان خاطرك انتي، عشان اكون عيلة ونتلم كلنا، كلنا نتلم في حميمية ونبقى اسرة جميلة مترابطة. تقصد بكلنا ده اللي هو مين؟ طيب انتي ما نفسكيش من زمان يكون ليكي اخت؟ عمري عمري ما كان نفسي في كده. ما تقول بقى في ايه؟ ابدا. غاية في الموضوع يعني أنا جوا صباح. علي صوتك. لا عشت ولا كنت لما علي صوتي على بنتي. أنا جوا صباح. علي صوتك بالغنى. أنا هتجوز صباح. صباح مين؟ خالد شريهان. أخت شادية؟ مرات عبد الحليم؟ نو واي الست دي تدخل البيت، هي والبتاع اللي معاها دي. عرض الستي. تس 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 تس. اي اي باشمهندس، والنبي زود لي بقى الافكت بقى، عيب يعني، ده انا حبيبه. ايوه تست. ايوه الله. ايوه تمام تمام. عمنا عمنا باشا، انت مصور؟ مصور كوكو مصور حضرتك؟ ما توقفليش انا بقى، توقفلي عند الباب بقى تصور الناس وهي داخله. ماشي، فين اللي معاه كاميرا الفيديو؟ اه عمي معاك.
بتقعد لي هنا، تخرج وتدخل والكلام الحلوك ده ماشي، والقلوب والحاجات اللي انا قلت لك عليها حبيبي. يا كريكا مفارش قهوه الفصل دي بقى تشيلها لي وتحط لي بقى المفارش المورد، ممكن؟ مش ده اتفقنا؟ يلا يابا، يلا الله يكرمك. الشيشه تمام والولعه تمام ولا ايه؟ يلا العروسه وكتاب الله لو جت ما لقيتش كل حاجه جاهزه هتسمعوا الفاظ ما سمعتهاش في حياتكم. مش مصدقه نفسي يا سو، such a nightmare. بقى ده فرح بزنس مان كبير، لو حد عدى من بره هيفتكر مولد. على فكره انا بجد اللي مش مصدقاكي، انت كل اللي فارق معاكي الفرح and how it looks in front of people، مش فارق معاكي خالص ان ابوكي متجوز البيئه اللي اسمها صباح دي. ازاي يعني مش فارق معايا؟ اذا كنت انا من ساعه ما عرفت انه هيتجوزها برجع كل يوم. خلاص ليه ما بقصيش الجوازه يا نالي؟ سو بابي قليل الادب وبتاع ستات، وبتاع ستات بلدي كمان اللي هما بقى بتوع يا حبيبتي والحاجات دي، فكده ولا كده كان هيتجوزها حتى لو كنت عملت له اللالو. اللالي whatever. انا قلت سيبه يومين ثلاثه يتجوزها وبعدين اشوف طريقه اخليه يطلقها. ايه بس هتخلي ست البيئه دي هي وشريهان يقعدوا معاكي في الفيلا هنا؟ امال اخليه يجيب لها بيت ويكتبه باسمها ولما يطلقها تاخد البيت؟ لا طبعا، دي لازم تفضل تحت عينيا. اسيبها يعني تاكل بعقله كنافه؟ حلاوه يا نالي حلاوه. تس 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 تشيك تشيك إيه تشيك مايك تشيك مايك. ايوه الله الله الله، اهلا وسهلا اهلا وسهلا. ده مين اللي طالب زبادو فراوله ده؟ مساء الفل يا فندم، محسوبك هاني، مبروك للحاج. انت مين دي حيوان انت؟ انا ليه يعني الغلط ده حضرتك؟ يعني انا هاني، هاني الدبدوب. دبدوب يعني حيوان اهو. عسل عسل والله يا فندم. انت بتعمل ايه هنا؟ انا حضرتك انا اللي مسؤول عن التجهيزات بتاعه الفرح، يعني تقدري تقول عليا كده انا الويدنج بلينرز. سمعتي قال ايه؟ بلينرز؟ اه لا مؤاخذه احنا اسفين لو كنا ازعجناكم، بس لازم نعمل ساوند تشيكس عشان تبقى كل حاجه جاهزه. ليه؟ ليه بتحطوا اسف كل حاجه؟ بلينرز وشيكس ليه؟ هو انت كتير؟ مش انت واحد؟ لا انت فهمتي غلط يا ابله، الاس دي مش بتاعه البلور، لا دي اس بتاعه الابوستروف اس، يعني الاس عايدة على الذكر اللي هو انا. انت مش ذكر، انت حيوان. وانت عسلز عسلز. ممكن اجرب؟ اه طبعا اتفضلي اعملي. لا عايز اجرب شيكس. قولي شيكس 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 شيكس. في 60,000 داهية. والله كان قلبي حاسس ان هما مش هيعدوها على خير. يلا طلبوها ونالوها. خلاص يا خالتي سيبك منهم. بس يا بيت بتكسروا ورانا قلل يا حرام عفنا يا ولاد. بس يا خالتي دليلة فرحك. فرحي؟ لا ده انا اقلعلكوا الابيض والبس عليكوا الاسود يا ولاد اطفوا. خلاص بقى يا خالتي خلاص. ما تسمعونا زخروطة يا ولاد. على عينك يا قهرانة، على عينك يا قهرانة، حباتي الليلة يا عيانة، على عينك يا قهرانة، على عينك يا درتي، على عينك يا درتي، الابيض والاحمر فضلتي، على عينك يا درتي. يلا اللي نورنا يلا يا حارة هصي هص، يلا يا حارة هصي هص، احنا اللي
المصيبة اللي احنا فيها؟ لا خير في ايه؟ في ايه يا انكر؟ حضرتك مش شايف الديكوريشن؟ مش شايف بهدله الجنينة ازاي؟ بص البالونة اللي هناك، بص حضرتك الناس اللي وراك بترقص ازاي؟ كارثة. لا الاطفال اللي معاهم، والله العظيم يا انكل دول مش اطفال، استحالة يكونوا دول اطفال بريئين. من شوية واحد صغير كده جه يقول لي ايه؟ بص لي كده كأنه بصت راجل كبير، كأنه راجل مضغوط، قال لي يا أنسة يا كويسة تتاكلي حتى 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 لو محلوس. يعني ايه؟ يعني ايه يقول لي انا كده؟ هو ده اللي قال لي كده يا انكل؟ يعني اللي ده قصده ملحوسة. Whatever. ما شفتش بقى حضرتك the new Mrs. عبدالله مكاوي؟ كارثة كارثة. عملها بلدي جدا، بلدي، دول اهلها، دول قريبها. يعني ايه؟ يعني تقصد الجلاليب والعبايات والحاجات دي؟ حاجه بالظبط. ممكن لو سمحت من فضلك، لو حضرتك بتحبني ولو بتحب بابي، من فضلك تعال نلحقه في الساعه اللي فاضله له من حياته. بليز بليز يلا ننقذه. حضرتك اقنعه لانه مش مقتنع بكلامي. يعني اللي ده انا نفسي وهموت ان انا اعمل زيه. الله، حضرتك بتتكلم بجد؟ لا طبعا. واضح بقى ان انتوا في السن ده بتلسعوا او حاجه. طب بتفضل حضرتك اقعد وانا هخلي الناس الجميله دي تجيب لك بقى حلابسه وبلارسه والحاجات بتاعتهم. اتفضل اتفضل. خلي بالك على ابوكي بيضربوا واحد ورا التاني. حاسب وسع وسع وسع. تعلن شركه مصر للطيران عن وصول رحله البحرين اللي عليها احلى عروسين. وسع 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 وسع. اللي قاعد يقف واللي واقف يوسع. وسع وسع يا عمنا. العريس ده يهمنا وعروسته من عندنا، نحييهم من قلبنا يخليهم ربنا. سكة حديد مصرية عريسنا مية مية. سكة حديد مصرية عريسنا مية مية. يا عم قول وانا اقول، يا عم رش الطول، يا عم قول وانا اقول، يا عم رش الطول. احنا بتوع المزامير واكتر من كده بكتير. احنا بتوع المزامير واكتر من كده بكتير. احنا فريق الكوكواوا كوكواوا. احنا فريق الكوكواوا. للي حبيبتي معقوله جايه تنيني؟ بليز ابعد عني، انا مش مصدقه. انت ازاي مش مستخبي؟ ازاي مش مكسوف؟ انت عازم قرايبنا؟ عازم ناس معاك في الشغل؟ ميلي في ايه بس؟ هي اللي طلبت الحقيقه، وبعدين انا شايف ان ده حقها. كسر حقها. كسر حقها. هو ايه حقها ده اصلا؟ حقها ده، حقها ده شيء مصغر من الحق الكبير. يعني حق زي بقها؟ لا مش عضو في الجسم خالص. حقها ده شيء معنوي. حقها يعني هيقول لك خد بالك حقها. تؤذى فيها، تؤذى فيها دلوقتي. يخرب بيتها هي وحقها واهلها والقرف اللي هي جايبه لنا في حياتنا. بابي لو سمحت يا بابي، انا اول مره في حياتي اترجى حد. I'm begging you. لو انت مش خايف على مستقبلك، خايف على مستقبلي انا، خايف عليا، من فضلك وقف القرف اللي احنا فيه ده. حاضر يا حبيبتي، حاضر. بس انت اوفر قوي، الموضوع ابسط من كده كتير قوي. ليه لو هتعدي